بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا وسائر المسلمين من كل سوء، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، الدرس الثاني في فقه السادة الشافعية من كتاب فتح القريب المجيب على متن الغاية والتقريب للشارح ابن قاسم الغزي والمصنف الإمام أبي شجاع أحمد بن أحمد رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم الشارح وسائر المسلمين في الدارين آمين. كنا في الجلسة الأولى تكلمنا على مقدمة على مذهب الإمام الشافعي وتعريف سريع له، وبدأنا في الكتاب يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدائي كتابي هذا، يعني متعلقة البسملة بالشيء التي تشرع فيه. فإن كنت تأكل يبقى بسم الله أأكل، وإن كنت تكتب بسم الله أكتب، وإن كنت تمشي بسم الله أمشي، وإذا كنت تصنف بسم الله أصنف، وهكذا. فتبقى مقدرة على حسب حالة الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، والله اسم للذات الواجب الوجود سبحانه. يقول: والرحمن أبلغ من الرحيم. الحمد لله هو الثناء على الله تعالى بالجميل على جهة التعظيم. ربي أي مالك العالمين بفتح اللام، هو كما قال ابن مالك اسم جمع خاص بمن يعقل، لا جمع، ومفرده عالم بفتح اللام، لأنه اسم عام لما سوى الله. يبقى العالم هو كل ما سوى الله، وسمي عالم لأنه علام على خالقه سبحانه وتعالى. وعلامة أنه مخلوق أنه متغير، فالتغير علامة الحدوث، والحدوث هي الصفة اللازمة للعالم. واعلم أن هذا العالم حادث مفتقر، لأنه قام به التغير، زي ما بيقول كده في إيه؟ الخريدة البهية لسيد أحمد دردي. واعلم أن هذا العالم حادث مفتقر، يبقى العالم ليس بقديم، القديم هو الله، لأن الله لم يكن شيئا معه. وإن كانت العوالم لها صورة في القدم، وهي في علم الله لا في الوجود، فهي في علم الله قديمة لكن في الوجود حادثة. ودليل حدوثه أنه قام به التغير، فكل ما يتغير هو حادث. أما الله فهو دائم باقي لا يتغير سبحانه وتعالى. والعالمين جمع عالم، لأن هناك عوالم كثيرة، والجمع خاص بمن يعقل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد هو بالهمز وتركه، على سيدنا محمد النبي. النبي هو بالهمز وتركه، يعني تقول النبي والنبي، قراءة نافع المدني اللي هو قالون وورش يقولوها النبي، النبيون، هكذا. جاية من نبأ أو أنبأ، لأن النبي ينبئ بالغيب، لأن عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فيبقى النبي ينبئ بالغيب، كما أن سيدنا محمد أنبأ بالغيب.
لأن القرآن نفسه كله غيب، كنا لا نعلمه إلا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمنا في القرآن بكل الغيوب وبأمارات الساعة وغير ذلك. يبقى هو بالهمز من الإنباء، حيث أن النبي ينبئ بالغيب، والنبي بغير همز لأنه من نبأ، يعني ارتفع على أقرانه بالنبوة والرسالة والاستفاء، لأن النبي مرتفع من حيث كل من كل الجهات، من حيث النسب والخلقة والعقل والعلم والعبادة والمقام عند الله. فيبقى على سيدنا محمد النبي، وصلى الله صلاة الله على النبي، قال هو تعظيم للنبي، كتب كده، لكن أنا ليا فيها معنى لم أقرأه لأحد، أن صلى الله على النبي أي أمده بما يكون رحمة للعالمين، لأن النبي رحمة للعالمين، وهو مفتقر لأن يمد حتى يصير رحمة للعالمين فيمد العوالم، لأنه قال إنما أنا قاسم والله يعطي، فلو لم يمده الله صلى الله على النبي أي أمد النبي بما يجعله رحمة للعالمين. فما من نعمة تنزل للعالمين من الله إلا تنزل أولا على النبي، ثم بعد ذلك من خلال هذه الرحمة تصل للعالمين. فحلها في قوله وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تفهمها على طول، إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله يصلي، يصلي يعني يعظمه، ثم هو معظم، والعلماء يقول لك كده ده تعظيم وترقي، ثم هو مرقيه، لكن صلاة الله عليه إمداد، وصلاة الملائكة عليه استمداد. فيا أيها الذين آمنوا استمدوا بصلاتكم عليه أسباب هدايتكم وترقيكم. وصلى الله وسلم، وقال وسلموا تسليما. وتلاحظ هذا في التشهد اللي احنا بنقراه، لما الرسول صلى الله عليه وسلم حيا ربه وقال التحيات لله والصلوات والطيبات لله، فرد الله عليه وقال السلام عليك أيها النبي، فالسلام كله نزل عليه، فأخذه وقسمه فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، فاستمد ليمد. هي واضحة. فإذا كنا احنا نعرف النبي، من هو النبي؟ لأن الأنبياء كثر، عدد كبير. في حديث أبي ذر الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قال سألت النبي كم عدد الأنبياء يا رسول الله؟ قال جم غفير 24,100,000 نبي، منهم 13,300 رسول، 124,000 نبي، والصحابة اللي حجوا مع النبي في حجة الوداع 124,000، عشان تعرف ان دي أمة كاملة. فما من صحابي إلا وعلى روحانية نبي، لأن روحانية الأنبياء لا تموت، تورث الأولياء. منهم 313 رسول، منهم 5 أولي عزم، 5 من 313 رسول أولي عزم. والنبي هو الذي يوحى إليه بما يخصه ولم يؤمر بالتبليغ، فيكون قدوة لغيره ولكن لا يؤمر بتبليغ، يوحى إليه ليكون سببا لنزول الرحمة لأهل عصره، لولا شيوخ ركع وأطفال ردع لصب عليكم العذاب والصبر، فاجعله سبب لجريان الرحمة وسبب لقبول الدعاء.
وسبب لإمهال الكافر النبي. وقد يأتي النبي بشرع ولكن لم يؤمر بتبليغه، وقد يأتي النبي على شرع من قبله، فإن أمر بتبليغه كان رسول. فالفرق بين النبي والرسول هو أنه يؤمر بتبليغه والآخر لا يؤمر بالتبليغ. أفضل الرسل والأنبياء هم الخمسة أولي العزم، وبترتيب الأفضلية على ما اتفق عليه العلماء سيدنا محمد يلي سيدنا إبراهيم فسيدنا موسى فسيدنا عيسى فسيدنا نوح، هذا هو ترتيب الأفضلية كما اتفق عليه العلماء، ويدرسونه لنا العلماء عن طريق الكتب المكتوبة من عصور عديدة في الثلاث قرون الأولى، اتفقوا على أن هذا هو ترتيب الأفضلية. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم، لا منك الأول، لكن الباقي مش بترتيب الأفضلية، بترتيب الظهور، بترتيب الظهور، بترتيب الظهور اللي هو الزمن، يعني ده نوح ظهر قبل ده وده ظهر قبل ده، اسمه ترتيب الظهور أو الترتيب الزمني زي ما تسميه. لكن من حيث الحقيقة فالنبي هو أسبق زمنا، لأنه برضو رحمة للعالمين، فلن تظهر العالمين إلا بعد خلق النبي أولا ليمد العالمين. فالنبي كان أولا في النبوة وأولا في الخلق وأولا في الرسالة صلى الله عليه وسلم. سئل متى كنت نبيا يا رسول الله؟ قال كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، وقال كنت نبيا وآدم بين الروح والطين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، والله يقول كما بدأنا أول خلق نعيده. فلو عايز تعرف البداية بص بداية البعث، فبداية البعث النبي أول من تنشق عنه الأرض، يبقى هو أول من ظهر في الوجود، لأن ربنا بيقول كما بدأنا أول خلق نعيده، بالإضافة لأن هناك آيات كثيرة تدل على أنه هو أول خلق الله في القرآن. يقول سبحانه وتعالى وأمرت أن أكون أول المسلمين، ما حدش قال الكلمة دي من الخلق أجمعين إلا النبي في القرآن في عدة مواضع. ويقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال في سورة الزمر وأمرت أن أعبد وأمرت أن أكون وإني أمرت أن أعبد الله وأمرت أن أكون أول المسلمين. أدي ثلاث مواضع في القرآن يقول أنا أول المسلمين. الموضع الرابع قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فأولية النبي واضحة في القرآن ولا تحتاج إلى جدال كثير، وأولية النبي أولية روحانية وليس أولية جسدية، فهو من حيث الجسد ابن آدم، ومن حيث الروحانية هو آدم وآدم صلى الله عليه وسلم. المعلومات دي ما تقوليش إنها تقولي أنت جاي تدرس لنا فقه ليه بتكلمنا على النبي، لأن بداية الدين والعلم عن طريق النبي، لو ما عرفتش النبي مش هتعرف أي معلومة، لازم تدخل للعلم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو واسطة كل معلوم صلى الله عليه وسلم، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال له قل رب زدني علما، وقال في الحديث رأيت ربي في المنام في أحسن صورة فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى فقلت الله أعلم، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري فتجلى لي كل شيء وعرف. وبالتالي يبقى النبي هو أعلم الخلق وهو أول الخلق وهو أول المسلمين وهو الرحمة للعالمين
صلى الله عليه وسلم، وهو أول وآخر، هو أول من حيث الظهور، وهو آخر من حيث، أول من حيث الوجود وآخر من حيث الظهور، فهو خاتم النبيين، وهو أول وآخر، وهو ظاهر وباطن، ظاهره محمد وباطنه أحمد صلى الله عليه وسلم. فمن هو النبي إذا كانوا الأنبياء كتير بهذا العدد؟ لازم نعرف تعريف النبي، عشان كده قال لك إيه؟ إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به، وإنسان يعني بني آدم، فلا يوجد نبي من الجن، يبقى جميع الأنبياء من بني آدم. وذكر، ولا يوجد نبي أنثى على الراجح، وإن كان في خلاف في سيدتنا حواء وأم موسى وسارة وأسيا امرأة فرعون، بعض الإيه العلماء قالوا بنبوتهم، وستنا مريم أم سيدنا عيسى، بعض الآراء قالوا أنهم أنبياء، والراجح أنهم ليسوا بأنبياء ولكن صديقات. الصديقية تحدث للمرأة كما تحدث للرجل، لكن النبوة لا تحدث إلا للرجل. فيبقى إنسان أوحي إليه، إنسان أي من بني آدم، ذكر أوحي إليه بشرع يعمل به، أوحي إليه بشرع يعمل به في ذات نفسه، وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فنبي ورسول أيضا. يبقى النبي له عين واحدة على الحق، يستمد ويعبد، والرسول له عين على الحق وعين على الخلق، يستمد من الحق ويدل الخلق. والمعنى ينشئ الصلاة والسلام عليه، يعني وصلى الله، وإن كان سورة خبرية كأنه يطلب من الله أن يصلي، ينشئ الصلاة والسلام عليه. ومحمد علم منقول من اسم مفعول مضاعف العين، يعني إيه علم منقول؟ لأن محمد أصلها صفة، فنقلت من كونها صفة إلى العلمية، فصارت علم على ذات. ومحمد علم منقول من اسم مفعول المضاعف العين، والنبي بدل منه، محمد النبي، أو عطف بيان عليه، كأنه بيقول هو النبي. وعلى آله الطاهرين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن الصلاة على النبي دون الآل هي الصلاة المكتورة، فلكي تكمل الصلاة لابد أن تذكر فيها الآل اللهم والسلام أيضا، قل اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. دي أقصر صيغة كاملة، أقصر صيغة كاملة، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله، تكون صلاة كاملة بهذه الصورة. وآل النبي إذا انفردوا يدخل فيهم كل أمته، الصحابة والقرابة والتابعين وأمة النبي إلى يوم الدين. وإذا اجتمعت مع الصحابة اختلف المعنى، ما نقول على آله وصحبه، لو اجتمعوا يبقى الآل صارت القرابة، والصحب معلوم، وهو من رآه النبي أو رأى النبي في حال حياتهما مؤمنا به ولو لحظة، يبقى هو ده الصحب. ومات على ذلك، لنخرج من رأى النبي وأسلم ثم ارتد ومات مرتد، فلابد تزود ومات على ذلك، على الإسلام. أيوه، أو رآه النبي،
ما هو لقي او رايه بقى، ما هو لو احنا نقول، لما نقول لقي علشان ندخل العميان، وعشان كده احنا قلنا من راى النبي او راه النبي، ندخل العميان. يعني فصصنا كلمه لقى الى راى ورآه، بس هي لقى كده برضه عشان تدخل الاعمى. لكن لو قلنا من راى النبي فالاعمى ما راش النبي، لكن سمع النبي، لكن النبي راى صلى الله عليه وسلم، يبقى صحابي. ايوه طبعا، ده احنا حتى الناس بيقولوها على المنابر، يقول لك يا اول خلق الله، مش بتسمعها المدائح؟ الروحانيه اصلا. ايوه، ما دي حقيقه، ده الواقع. اصل الروحانيه تسبق الجسديه، يعني احنا نفسنا اهو كان لينا روح ولنا وجود قبل أن نظهر ونتولد. أمال كنا فين في عالم الذر لما أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدهم على ربهم ألست بربكم؟ مش كان لينا كلنا وجود؟ كان وجود روحاني. يبقى الروح تسبق الجسد وتظل موجودة بعد فناء الجسد بيضه. يعني إحنا ما هنموت، الروح ما موجودة، الروح دي من أمر ربي لما أذن لها بالوجود خالدة لا تفنى. واضح؟ لكن الجسد يظهر ويختفي، يظهر ويختفي. دي عامل زي البدلة كده، الجسد ده عامل زي البدلة، تلبسها ظهرت فيها، وتقلعها انت برضو موجود وهي فاضية. فهمتني ازاي؟ فالجسد ده عامل نفس الطريقة. فمن حيث الروحانية النبي سبق الأكوان بالروحانية لأنه رحمة للعالمين وسائر الأكوان من العالمين. واضح؟ هو عندنا الأدلة أنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال الكلام ده لحد مخلوق آخر؟ ها؟ العلماء نظروا للأدلة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يبقى إبراهيم نمرة 2، واضحة من التشهد، واخد بالك؟ طبعا اذا كان امر الجن بالسجود لادم، والادم هو مظهر الانس كده برضو، ابليس مش كان منهم وقال له اسجد معاهم؟ فبني ادم افضل من الجن لا شك. ورسل لم نقصص من حيث الاسم، يقصد الإمام البيجوري في الشرح يعني من حيث الاسم. يعني لو واحد قال لك أنت بتؤمن بالنبي دانيال، احنا عندنا في الأسماء المعروفة 25 في دانيال، تقوم تقول إيه؟ لو كان نبيا أؤمن به، أدي الإجابة. يبقى منهم من قصصنا عليك، أي بالاسم، احنا بنتكلم عدد، احنا قلنا أسماء، فهو بيتكلم كده إنك أنت لا تجزم لأحد بالنبوة طالما اسمه ما ذكرش في القرآن، واخد بالك ازاي؟ لكن تقول لو كان نبيا أنا أؤمن به. احنا بنسمع أنبياء كتير، يقول لك شعياء وشيس، لكن مش عندناش في القرآن، دي كلها جاية إسرائيليات، واحنا أمرنا في الإسرائيليات ألا نصدق ولا نكذب، يعني نتوقف، واخد بالك؟ بعد نترك الدكتور يستدرس الدرس الى النهايه، ثم لو في اي استفسار. اه والله يا ريت والله، نكتبه في ورقه ونترك 10 دقائق ان شاء الله بعد نهايه الدرس. فزي ما قلنا احنا ممكن نقعد نتكلم في الموضوع ده كتير. اولا الانبياء ال 25 في القران متفق على نبوتهم، الاسماء ال 25 المعروفه، وفي اربعه مختلف على نبوتهم، اللي هو سيدنا الخضر وذو القرنين وعزير ولقمان. هل دول كمان من الأنبياء ولا لا؟ فيبقوا عندنا 29. كويس. الخضر
الراجح أنه نبي، لكن مش مجمع على نبوته، بس الراجح أنه نبي. وأقوى دليل على نبوته في رأيي أنه قتل الغلام، ولا يقتل بإلهام، لا يقتل إلا بوحي، فطالما أثبتنا له الوحي يبقى نبي. لأن لو واحد فينا جاله إلهام كده يقتل واحد وقام قتله يبقى مجرم، حتى لو كان ولي، ولك أنا جالي إلهام أقتلك يوم يقتلك ما ينفعش، فكونه قتل الغلام يبقى ده بيوحى إليه. كويس. ده سيدنا الخضر ذي القرنين، الراجح أنه قائد حربي تابع لنبي، قائد حربي صالح تابع لنبي وليس بنبي. لقمان الراجح فيه أنه حكيم وليس بنبي. كويس. عزير الراجح فيه أنه أوتي النبوة مؤخرا، كان وليا ثم نبئ، وبعض العلماء قالوا صار كان وليا ومات وليا. يبقى عندنا أربعة مختلف فيهم، فلما يجي واحد ينكر نبوتهم ما يكفرش ولا حاجة، ما يجرالوش حاجة، ده لأنها فيها خلاف، فيها أخذ وعطاء. لكن الخمسة وعشرين اللي يكفر بواحد كأنه كفر بالكل، ما ينفعش. احنا كنا لسه بنقول ان الآل، لو قلنا آله وصحبه بقت الآل القرابة، اللي هم آل علي وآل العباس وآل جعفر. كويس. وآل المطلب، هم دول اللي يحرم عليهم الصدقة، هم دول يبقوا القرابة. وعلى آله الطاهرين، هم كما قال الشافعي أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. الإمام الشافعي، طالما احنا بندرس المذهب الشافعي نقول عليه المطلبي، لأنه نسبه يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في المطلب ابن عبد مناف. يعني عبد مناف ده أنجب أربعة، عبد مناف جد النبي أنجب أربعة، أنجب المطلب اللي جاء منه الإمام الشافعي، وأنجب عبد شمس ونوفل وهاشم. هاشم جاء منهم النبي. كويس. هاشم أنجب شيبة الحمد اللي هو عبد المطلب، هو عبد المطلب اسمه شيبة الحمد. هاشم الحقيقة لما أنجب ولد سماه المطلب على اسم إيه؟ أخوه. المطلب ده كان ليه أخ من أبيه هاشم في المدينة اسمه شيبة الحمد، لما راح يجيبه ودخل بيه مكة وما كانوش يعرفوه، افتكروا أن المطلب اشترى عبد، فقالوا المطلب جاء ومعه عبد المطلب، فاشتهر بعبد المطلب، ده جد النبي. عبد المطلب أنجب عبد الله، عبد الله أنجب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا ما نقول الإمام الشافعي ومحمد بن إدريس المطلبي، لأنه يجتمع نسبه مع المطلب ابن عبد مناف اللي هو أخو هاشم. كويس. وهم كما قال الشافعي رحمه الله أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. ولازم أقاربه المؤمنين، لأن أقارب النبي الذين كفروا به ما نعتبرهش من الآل، زي أبو لهب وغيره. وقيل واختاره النووي أنهم كل مسلم، وده اختيار الإمام النووي، إذا انفردوا. يعني لو قلنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، يبقى كده دخل القرابة والصحابة والتابعين لحد ما ندخل إحنا معاهم، لحد ما اللي ما تولدش لسه من المسلمين تبقى الأمة. وده يبين لك فضل النبي لما علم الناس الصلاة عليه، قالوا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ليدخل الموجود والغائب صلى الله عليه وسلم، لأنه تجلى الله عليه بصفة الرحمة العامة وبصفة الوسع الإلهي، فهو عبد الواسع فيوسع صلى الله عليه وسلم. وعشان كده اختيار الإمام النووي اختيار وجيه، إنهم كل مسلم. ولعل قول الطاهرين منتزع من قوله تعالى و
ويطهركم تطهيرا. وعلى صحابته، طيب اما يقول وعلى صحابته هنا جمع، فلو جمع يبقى نقول الآل هنا القرابة، لا ممكن نخلي الآل هم كل الأمة ونقول وعلى هنا عطف تخصيص، يعني وأخص من بين الآل الصحابة، ويفضل الآل على العموم، يبقى حلوة ما تجيب لك، ويخص من بين الآل الصحابة. وصحابته جمع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا قلنا صاحب النبي هو الذي آمن به في حال حياة النبي، ورأى النبي أو النبي رآه، يعني التقى بالنبي ومات على ذلك، يبقى هو ده الصحابة. جمع صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول أجمعين تأكيد لصحابته. ثم ذكر المصنف أنه مسؤول في تصنيف هذا المختصر بقوله: سألني بعض الأصدقاء، جمع صديق، والصديق هو الذي يصدقك في صحبته إياك، ده الصديق. وقول حفظهم الله تعالى دي جملة دعائية اعتراضية لا محل لها من الإعراب، يبقى إيه؟ تبقى جملة اعتراضية دعائية. أن أعمل مختصرا، إيه هو المختصر؟ هو ما قل لفظه وكثر معناه. الفقه، الفقه هو لغة الفهم، أو هو هل هو الفهم مطلقا ولا الفهم الدقيق؟ في بعض العلماء قال لك هو الفهم مطلقا، وفي بعض الناس قال هو الفهم الدقيق، ده من حيث اللغة، اصطلاحا لمعنى اصطلاحي آخر، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية، لازم تقول المكتسب وما تقولش المكتسب لأنها صفة للعلم، العلم المكتسب، فتاخد بالك لأن في ناس بيحفظوها ويروح إيه مكاسر المكتسب كمان، فتبقى كده خطأ. هو العلم، والعلم هو إيه؟ الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل، ده العلم مش كده برضو؟ يبقى العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. فإن لم يكن غير بغير دليل يبقى اسمه تقليد. طيب لو كان غير مطابق للواقع يبقى اسمه ضلال، زي النصارى بيعتقد ان ربنا حل في الاجساد وكان له ابن والحاجات اللي بيقولوها وثالث وثلاثه، فهذا الكلام غير مطابق للواقع فيعتبر ضلال، هذا لانه غير مطابق للواقع. الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل، وهو اخو اليقين، العلم أخو اليقين، كويس؟ هذا عند العلماء، لكن عند الأولياء بيميزه. العلم حقيقته غير تعريفه، حقيقته هو نور يقذفه الله في قلب العبد به يفهم، هو ده العلم. الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. فما نقول عن دليل نخرج المقلد، المقلد، لأن المقلد ما يعرفش الدليل، بيقول علم صحيح بس ما بيعرفش الدليل، بس اسمه مقلد، ناقل يعني، ناقل للعلم. فإن كان اعتقاد غير جازم، فإن كان الغير جزم ده يعني هو إدراك الطرف الراجح يسموه ظن، إدراك الطرف المرجوح يسموه وهم، مستوي الطرفين يسموه شك، غير موجود بالكلية جهل، سهل. يبقى احنا عندنا مراتب، عندنا عدة مراتب،
عندنا علم وعندنا ظن وعندنا شك وعندنا وهم وعندنا جهل وعندنا ضلال. والجهل نوعين، جهل مركب وجهل بسيط. الجهل المركب ان الانسان يبقى جاهل ومش عارف انه جاهل ويظن في نفسه انه عالم، يعني يبقى ده الجهل البسيط المركب. الجهل البسيط انه جاهل وعارف انه جاهل فيقول لك لا ادري لا اعلم نسال، يبقى ده كويس ده مريح. انما التاني يبقى مش عارف ويظن انه عارف وما يسالش، فده اسمه جهل مركب. ويضربوا بيها مثل لطيف، كان مشايخنا يقول لك ايه حمار الحكيم، الحكيم توما. الحكيم توما ده كان جاهل جهل مركب، عامل نفسه حكيم في وسط القرية هو مش فاهم حاجة، وراكب الحمار بتاعه فبيتصور ان الحمار بينطق، فبيقول لك الحمار يقول ايه لو انصفه لركبته، جهله جهلي جهل بسيط وجهله جهل مركب. يعني فالجهل المركب أرزل من إيه؟ من الجهل البسيط. والوهم اللي هو إدراك الطرف المرجوح، أما تبقى عارف الحاجة بنسبة أقل من 50%، تقول والله بنسبة 10% احتمال كده، احتمال ضعيف. الاحتمال الضعيف ده يسموه وهم. طب واحتمال راجح يسموه ظن. طب مستوي الاحتمالين يسموه شك. كويس؟ متيقن علم. واضح؟ هل في فرق بين العلم والمعرفة؟ علماء الظاهر لا يميز بينهما، يعني يقول لك العلم هو المعرفة، ولكن الأولياء يميز بينهما ويقولون أن العارف أعلى من العالم، لأن العالم يفتقر للدليل والعارف استغنى عن الدليل. واضح؟ لكن علماء الظاهر يعتبروا أن العارف هو العالم سيان. العارف استغنى عن الدليل لأن العالم عرف الحق من وراء الدليل، من وراء حجاب الدليل، لكن العارف اخترق الدليل فبقى مع الحق فمش محتاج الدليل. واضح؟ زي مثلا ايه الوقت احنا قاعدين هنا وإمام المسجد عنده عربية لونها كذا وماركتها كذا، فإحنا واقفين في الشارع نشوف عربيته ركنه نقول ده جوه إمام المسجد، جوه عربيته ركنه، العربية دي دليل، أنا ما شفتش الإمام ده أنا شفت الدليل بس، يبقى أنا كده علمت. لكن لما دخلت المسجد ولقيت الإمام موجود مش محتاج بقى ألاقي عربية بره ولا لأ، ما يمكن جاي ماشي، فهمت؟ ويمكن العربية دي شبه عربيته مش عربيته، يعني ممكن الدليل يخونك. واضح؟ وعلشان كده العالم معرفته من وراء الدليل والعارف اخترق الدليل. واضح؟ وعلشان كده يبقى العارف عند ده، الكلام ده عند الأولياء، عشان كده تملي يعرفوا الأولياء يقولك العارف بالله ما يقولكش العالم بالله. واضح؟ العلم محله القلب. كويس؟ طب امال ايه حكايه العقل؟ ده محلها الثقافه، المعلومات. المعلومات محلها في العقل، عشان تصل للقلب وتصير فهما تتحول لعلم. لهم قلوب لا يعقلون بها، يبقى العقل اللي هو تعقل الشيء يكون بالقلب، لكن العقل يكون محل للمعلومات وليس للعلوم، للعلم. وعلشان كده اللي يقرأ علوم الدين ولم يتمس قلبه يبقى عنده ثقافة دينية لكنه مش عالم. لابد تمس قلبك، لو مست قلبك بقيت عالم. فالعلم محله القلب. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيوصف الخوارج بيقول عليهم ايه؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني من رأسهم لحنجرتهم. طب وفين القلب؟ ما نزلش القلب لسه، القرآن لسه ما دخلش قلبه،
فهو حافظه وبيقولوا من الحنجرة بس، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين لأن الدين محله القلب كما يمرق السهم من الرمي. فالواحد لازم يميز، ودي مشكلة الزمان بتاعنا، إن كل المسلمين عندهم معلومات في الدين لكن من حيث السلوك بعيد، لأن لسه الدين لم يجاوز تراقيه، معلومة ويقولها لك لكن مست قلبه علشان تغير سلوكه لسه، إلا من رحم ربي يعني. مش بنقولش كل المسلمين، لأن لازم في المسلمين يبقوا أولياء ولازم يبقوا فيهم صالحين، لأن هي أمة عظيمة. لكن دي سمة العصر على أي حال. يبقى اصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية، يبقى العلم عرفناه هو الاعتقاد الجازم المنطبق للواقع عن دليل، والأحكام جمع حكم، والحكم هي النسبة التامة اللي هي نسبة شيء لشيء أو نفيه عنه، دي اسمها الحكم. كويس، أقول فلان موجود فلان غير موجود، دي نسبة حكم الفاعل مرفوع. كويس، الإنسان حيوان ناطق، حكم الصلاة واجبة، حكم الشمس طالعة، حكم نسبت الطلوع إلى الشمس. كويس، فلان غير موجود نفيت عنه إنه موجود، يبقى نسبة شيء لشيء أو نفيه عنه، ده اسمه حكم. قد يكون الحكم لغوي زي الفاعل مرفوع، وقد يكون طبي زي ما نقول مثلا إن الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء وعودوا كل جسم معتاد، يبقى ده حكم طبي. وقد يكون هذا الحكم حكم طبعي، يعني نلاحظه بالطبيعة، نقول النار محرقة والماء يغرق أو الماء يروي والطعام يشبع، دي حاجات تدركها بالطبيعة العادية والفطرة. وعلشان كده قال لك الأحكام الشرعية، يبقى قيدها عشان يخرج الأحكام العقلية، يخرج الأحكام العرفية، يخرج الأحكام اللغوية، يغير خرج أي أحكام أخرى، يبقى الفقه متعلقه بأحكام تكون شرعية. كويس، والشرع هو ما جاء على لسان نبي بوحي، واخد بالك؟ خرج الأحكام العقلية اللي هي ثلاثة، الأحكام العقلية ثلاث أحكام، الواجب والمستحيل والممكن، هي دي أحكام العقل. كده بيقول في الخريدة أقسام حكم العقل لا محالة، الوجوب ثم الاستحالة ثم الإمكان ثالث الأحكام، ثم الجواز أو الإمكان، ثم الجواز ثالث الأحكام، فافهم منحت لذة الأفهام. كويس، يبقى عندنا احنا ايه الأحكام العقلية ثلاثة. تدرس الأحكام العقلية في علم الايه الكلام عند المناطقة وعند علماء العقائد، وتدرس الأحكام الشرعية عند الفقهاء، وتدرس أحكام القلوب عند الصوفية، وتدرس أحكام الطب عند الأطباء، تدرس أحكام اللغة عند اللغويين، تدرس أحكام الهندسة عند المهندسين، تدرس أحكام الزراعة عند الزارعين، واخد بالك؟ فتسأل كل واحد في خبرته، كل مهنة لها حكمها. وعشان كده الفقه يتناول إيه من الأحكام الشرعية بس، فخرجنا كل أنواع الأحكام، لأن التعريف لابد أنه هو إيه يعني يكون جامع مانع، يعني يجمع كل فروع العلم اللي أنت بتدرسه ويمنع دخول أي حاجة أجنبية عليه. عشان كده يقول لك التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، العلم بالأحكام الشرعية. طب والأحكام الشرعية دي فيها أحكام كتيرة، منها عقلية ومنها قلبية ومنها سلوكية، طب هي إيه بالظبط؟ قال لك العملية، عشان يخرج الأحكام الاعتقادية المتعلقة بالقلب. يبقى الفقه بيتناول الأحكام العملية، العملية يعني اللي فيها عمل ظاهر.
المكتسب من أدلتها التفصيلية، يبقى بيبحث في الأدلة التفصيلية، إنما علم أصول الفقه بيبحث في الأدلة الإجمالية. كويس؟ يعني أصول الفقه يبحث في الأدلة إجمالا، كويس، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، دي أصول الفقه. لكن علم الفقه يبحث في الأدلة التفصيلية المتعلقة بالأعمال العملية، الأحكام العملية، واخد بالك؟ علشان كده تحفظ دي لابد تبقى حافظ ما هو الفقه اصطلاحا، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. على مذهب الإمام الأعظم المجتهد ناصر السنة والدين أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي، منسوب لجده، ولد بغزة سنة 50 و100، ومات رحمة الله تعالى عليه ورضوانه يوم الجمعة سلخ رجب، يعني آخر رجب، سنة 400، ودفن بمصر المحروسة في سفح المقطم رحمه الله تعالى. ووصف المصنف مختصره بأوصاف منها أنه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز. لو في عندكم في الطبعات كلام غير دي عشان نصلح الطبعات مع بعضنا، لو في أي حاجة غير الطبعة اللي أنا بقراها دي تقولوا لي عشان نصحح الطبعة بالمرة. لا ده أنا بقول لك أنا حاجة من عندي، أنا دي حاجات أنا بقولها لك من اسمها مدرجة. ولما الحديث يقول لك مدرج، مدرج يعني إيه؟ يعني يقول النص وفي وسط النص يقول كلام من عنده، يبقى يسموه مدرج. فأنت تدرك بقى الإدراك ده، واخد بالك؟ ووصف المصنف مختصره بأوصاف منها أنه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، والغاية والنهاية متقاربان، وكذا الاختصار والإيجاز. إحنا عندنا الإيجاز يكون المعنى أوسع من الإيه؟ من الألفلفظ، كويس؟ وعندنا المبسوط يكون اللفظ أوسع من المعنى، يقول لك بسط الشيء، شرح الشيء، واخد بالك؟ فهو يقصد الاختصار. ومنها أنه ليقرب على المتعلم لفروع الفقه درسه، ليقرب يعني ليسهل على المتعلم لفروع الفقه درسه، ويسهل على المبتدي حفظه، أي استحضاره على ظهر قلب لمن يرغب في حفظ مختصر في الفقه. وسألني أيضا بعض الأصدقاء أن أكثر فيه، أي المختصر، من التقسيمات للأحكام الفقهية، ومن حصر، أي ضبط، الخصال الواجبة والمندوبة وغيرها. فأجبته إلى سؤاله في ذلك طالبا للثواب، يبقى بيبين وجهة نظر ونيته. يبقى المؤلف في المقدمة بيبين إيه سبب التأليف، وما هي طريقته، وما هو مقصوده، الأمور بمقاصدها، طلبا للثواب. وذلك طالبا للثواب من الله تعالى جزاء على تصنيف هذا المختصر، راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في الإعانة من فضله على تمام هذا المختصر، وفي التوفيق للصواب، والصواب هو ضد الخطأ. والتوفيق هو خلق القدرة على فعل الصواب، أو على فعل مراد الله، أو على اختيار الأوفق من الاختيارات المختلفة، هو ده التوفيق. تقول ده فلان موفق، فالتوفيق خلق من الله يجريه على قلب الموفق من عباده بواسطة أوفق الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الرحمة للعالمين. إنه سبحانه وتعالى على ما يشاء أن يريد. هل المشيئة هي الإرادة ولا الإرادة هي المشيئة؟ يعني فيها خلاف بين الماتريدية والأشعرية. الماتريدية فرقوا بين الإرادة والمشيئة،
والأشعرية قالوا أن الإرادة هي المشيئة. فتاخدوا الحاجات دي بقى في علم إيه؟ التوحيد. كويس؟ لكن على أي حال المشيئة أوسع من الإرادة، يعني ليس كل ما ظهر في الكون هي إرادة الله، لكن مشيئة الله. فالمشيئة أضيق من الإرادة، لأن الله سبحانه وتعالى الرسول يقول إيه؟ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. طب وما لم يشأ لم يكن، وربنا بيقول يفعل ما يشاء، وقال يفعل ما يريد، مش كده برضو؟ عشان كده الأشعرية قالوا إن المشيئة أو الحاجة واحدة، لأن قال يفعل ما يشاء وقال يفعل ما يريد، فيبقى الحكاية متقاربة، يبقى المشيئة هي الإرادة. لكن الماتريدية لاحظوا، واخد بالك إزاي؟ وإن تكفروا وإن تشكروا يرضه لكم. لكن في كفار، ربنا يرضى الكفر ما يرضاش الكفر، لكنه ولا يرضى لعباد الكفر، والكفر واقع. يبقى الكفر كان من المشيئة وليس من الإرادة، ولا كان من الإرادة وليس من المشيئة؟ لا، كان من المشيئة وليس من الإرادة، لأن النبي قال ما شاء الله وكان وما لم يشأ لم يكن، واخد بالك؟ والكفر واقع وربنا لا يرضى الكفر، مش كده برضو؟ يبقى الإرادة إيه؟ لم تتعلق بالكفر، ولكن المشيئة هي التي تعلقت بإن يوجد كافر، واخد بالك؟ وفي تمييزات كثيرة بينهم على أي حال. لكن لو واحد يعتقد أن الإرادة هي عين المشيئة لا بأس، والإرادة صفة تخصيص والقدرة صفة إطلاق، لأن الإرادة تخص المعلوم المراد إبرازه للوجود، فليس كل معلوم عند الله أراد إبرازه، مش كده برضو؟ وبالتالي الإرادة صفة تخصيص والقدرة صفة إطلاق، فالإرادة تخصص القدرة حتى تظهر وفق ما يريد، فليس كل معلوم عند الله يريد إبرازه للوجود. علشان كده بيقول وما لم يشأ لم يكن، واضح؟ قدير أي قادر، وبعباده لطيف خبير بأحوال عباده، والأول مقتبس من قوله تعالى الله لطيف بعباده، والثاني من قوله تعالى وهو الحكيم الخبير. واللطيف والخبير اسمان من أسماء تعالى، ومعنى الأول العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها. اللطيف العالم بإيه؟ بدقائق الأمور ومشكلاتها، وغير المدرك لا تدركه الأبصار، فكل ما لا يدرك بالأبصار يسمى لطيف أيضا. ربنا بيقول لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، فهذا معنى اللطيف. وأيضا اللطيف يعني يتخلل كل دقيق ولا يدركه أي دقيق، فهو يكون قريب في بعده وبعيد في قربه، فهذا هو اللطيف. ويطلق أيضا بمعنى الرفيق بهم، فالله تعالى عالم بعباده وبمواضع حوائجهم، رفيق بهم. ومعنى الثاني قريب من معنى الأول اللي هو الخبير، ويقال خبرت الشيء أخبره فأنا به خبير أي عليم. كتاب الطهارة ده بداية الفقه. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب أحكام الطهارة. والكتاب لغة مصدر بمعنى الضم والجمع، أي شيء فيه ضم وجمع من جنس واحد يسمى كتاب. عشان كده في الجيش يقول لك كتيبة، فيبقى كتاب هو ضم وجمع معلومات متعلقة بباب معين من العلم، جمعهم في حتة واحدة فيسمى كتاب. وهو اصطلاحا اسم لجنس من الأحكام. تملي الكتاب ينقسم إلى أبواب، والباب إلى فصول، والفصل إلى فروع، مش كده برضو؟ يا
يعني بيقسموها كده، كتاب وفصل فرع، ها كتاب باب، والباب الى فصل، والفصل الى فرع، مش كده برضو؟ واما الباب فاسم لنوع مما دخل تحت هذا الجنس، تحت الكتاب يعني. والطهاره بفتح الطاء لغه النظافه. واما شرعا ففيها تفاسير كثيره، منها قولهم فعل ما تستباح به الصلاه، اي من وضوء وغسل وتيمم وازاله نجاسه. الطهاره لها مقاصد، مقصد الطهاره هي رفع حدث وإزالة نجس، كده برضو؟ رفع حدث وإزالة نجس، رفع الحدث بالوضوء والغسل والتيمم، هذه رفع الحدث، وإزالة نجس بالغسل وبالتتريب وبالإكثار وبالاستحالة وبالدباغ، دي وسائل إزالة النجاسة، كده برضو؟ يبقى احنا عندنا مقاصد الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجس، وسائلها الوضوء والغسل والتيمم، هذا لرفع الحدث. طب وإزالة النجس وسائله ايه؟ الدباغ، طهارة الايه؟ الجلود بالدباغ، ادي الدباغ دي وسيلة. الاستحالة ان الخمر تتحول الى خل طهرت، والدم يتحول الى مسك يطهر، يبقى الاستحالة يعني التحول. وكذلك الغسل وهو التعميم موضع النجاسة بالماء حتى يزول جرمها وصفتها. والإكثار يعني عندي كوب من الماء متنجس عليه قطرة بول، طب ازاي اطهره؟ ارميه في البحر طهر، الاكثار، او ان انا اخليه فوق القلتين يبقى طهر، يبقى اسمها التكثير. والاجتهاد من وسائل ايضا الطهارة، ها؟ والتتريب زي في ايه؟ في النجاسة الكلبية، كده برضو هي التتريب. يبقى الطهارة لها مقاصد ولها وسائل، والوسائل لها وسائل اسمها وسيلة الوسيلة، اللي هو بقى ايه؟ الأواني، لأن لو كانت المية هي وسيلة الطهارة، فوسيلة الماء هي الإناء، ويوصل للمية ازاي؟ بالكوب، مش كده برضو؟ فيبقى الطهارة لها وسائل ووسائل الوسائل. الطهارة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. والطهارة تكون ظاهرة وباطنة، مش كده؟ وذروا ظاهر الإثم وباطنة، لتتطهر من النجاسات الظاهرة تذهب إلى كتب الفقه، ولتتطهر من النجاسات الباطنة كالحقد والحسد والحرص وحب الظهور وحب الدنيا تذهب لعلماء التصوف يعلموك ازاي تطهر القلب. يبقى ده ليه وسيلة طريقة وده ليه سكة. فاحنا بنتكلم في الفقه، يبقى كلامنا على ايه؟ النجاسات الظاهرة، كويس؟ فعل ما تستباح به الصلاة، أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. أما الطهارة بالضم فاسم لبقية الماء، ولما كان الماء آلة الطهارة استطرد المصنف لأنواع الماء، لأنه أصل الطهارة الماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يبقى الأداة الأصلية للطهارة الظاهرة هو الماء، عشان كده لازم يبتدي الأول يتكلم على المياه. استطرد المصنف لأنواع المياه فقال المياه التي يجوز أن يصح
يبقى يجوز هنا مش بمعنى مقابل ما يحرم، لا، ده مقابل يصح. المياه التي يجوز أي يصح، مش بمعنى يباح يعني، لكن بمعنى الصحة يعني. التطهير بها سبع مياه، يبقى التطهير لرفع الحدث أو لإزالة النجس. سبع مياه يعني سبع أنواع: ماء السماء أي النازل منها وهو المطر، وماء البحر أي الملح، ماء المالح يعني، وماء النهر أي الحلو اللي هو العذب، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. الأصل فيه في ماء السماء: وينزل من السماء ماء طهورا، ربنا بينها. وفي ماء البحر سئل النبي عن ماء البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. وفي ماء البئر قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: نحن نتوضأ من بئر بضاعة يا رسول الله، وفيها ما تلقي الحيض ويلقى الخبث، وكانت بئر بضاعة مية كتيرة، فقال: الماء طاهر لا ينجسه شيء. أدي ماء البئر. وعندنا الثلج والماء والبرد اللي هو الرسول كان بيقول: اللهم اغسلني من ذنوبي بالثلج والماء والبرد. كل ده دليل على أنها أشياء طاهرة مطهرة. ويجوز ويجمع هذه السبعة قولك: ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة. ثم المياه تنقسم على أربعة أقسام: أحدها طاهر في نفسه مطهر لغيره، يسموه طهور، طاهر مطهر يبقى طهور، غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق. الماء المطلق اللي هو المطلق عن كل قيد لازم، إنما لو قيد غير لازم زي نقول ماء السماء أو ده قيد غير لازم، نقول ماء النهر ده قيد غير لازم، لكن لما يبقى قيد لازم زي ما نقول ايه ماء الورد ده مش ميه، واخد بالك، المياه الغازيه يبقى دي مش ميه، مش كده برضو، لان دي قيود لازمه تغير الحكايه. يبقى وهو الماء المطلق عن قيد لازم لا يضر القيد المنفك، كماء البئر في كونه مطلقا، كماء البئر وماء النهر وماء العين. وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. والثاني طاهر مطهر مكروه استعماله في البدن لا في الثوب، وهو الماء المشمس أي المسخن. الثاني طاهر مطهر مكروه استعماله في البدن لا في الثوب، يعني ممكن تغسل به الثوب بلا كراهة، لكن في البدن قلنا عشان مخافة ايه البرص، ثم ثبت بعد ذلك انه لا يؤدي للبرص، فالامام النووي قال: تزول كراهتي، لان الكراهة كانت اصلا من جهة الطب ليس من جهة الشرع، بشروط طبعا انه يبقى في اناء منطبع يعني حديد او رصاص يعني يصدي، إناء منطبع في قطر حار ويتعرض للشمس، لازم كده في زمن حار علشان يبقى مكروه. لكن على أي حال هذا كان على اعتقاد أنه يضر، وإحنا قلنا عندنا المذهب الضرر يزال من ضمن إيه أدلة المذهب، فالإمام الشافعي كرهه من جهة الطب، والإمام النووي رجح أنه غير مكروه لأنه ثبت بالطب أنه لا يؤدي إلى البرص. وهو الماء المشمس أي المسخن بتأثير الشمس فيه، وإنما يكره شرعا بقطر حار في إناء منطبع. منطبع زي ما قلت لك اللي هي الآنية من المعادن التي تصدأ.
إلا إناء النقدين اللي هو الذهب والفضة لصفاء جوهرهما. طب وإناء الذهب والفضة ما هو حرام استعماله، لكن لو في مية حرام استعماله صحيح، لكن المية دي مش مكروه استعمال، واضح؟ لأن عرضت الكرامة من قبل الإناء لا من جهة المياه نفسها. لا إلا إناء النقدين لأنه غير منطبع يعني لا يصدأ لصفاء جوهرهما، وإذا برد زالت الكراهة. واختار النووي عدم الكراهة مطلقا، ويكره أيضا شديد السخونة والبرودة. الماء بقى اللي هو طاهر مطهر مكروه استعماله غير الماء المشمس، أما يبقى الماء شديد السخونة يأذيك أو شديد البرودة يضرك، برضو مش هتقدر تتوضأ منه ولا تغتسل. والقسم الثالث طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس إن لم يتغير ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء. القسم الثالث اللي هو الطاهر الغير مطهر، اللي هو ماء مستعمل في الوضوء في الطهارة، يعني انت لو بتتوضى وبتجمع المية بتاعت الوضوء دي والغسل كأنك بتتوضى وانت واقف في إناء، فكل اللي نازل ده جمعوه تاني، هل يجوز استعماله مرة أخرى أم لا؟ بشرط ألا يتغير فيه صفة من صفاته، وإذا كان لإزالة النجاسة لا يزيد وزنه ولا يتغير لونه ولا طعمه، دليل أنه هو يعني لم يتأثر بها. هل يجوز استعماله مرة أخرى؟ على مذهب المالكية ووجه عند الشافعية القديم كان زي المالكية يجوز استعماله في الوضوء مرة أخرى، لكن الجديد أو ده من ضمن الحاجات اللي هو الجديد يختلف فيها عن المذهب القديم. فالمذهب القديم كان زي مذهب المالكية أنه يجوز استعماله مرة أخرى طالما لم يتغير فيه صفة من صفاته. وبالتالي ممكن تاخد أنت المية اللي على لحيتك تمسح بها رأسك وانت بتتوضى، واخد بالك؟ لكن على المذهب الجديد لا، إلا لو كان الماء بتاع الغسلة التانية أو التالتة لأنها لم ترفع حدث مش مستعمل. لكن الماء عشان يبقى مستعمل لازم يكون مستعمل لرفع حدث أو إزالة نجس، فيبقى الغسلة الأولى، هذا ينطبق على الغسلة الأولى ولا ينطبق على الغسلة الثانية ولا الثالثة، ولا ينطبق أيضا على تجديد الوضوء وعلى الغسل السنة لأنه لا يرفع حدث كده برضو. أيوه مكروه لكن يجوز، احنا عندنا لا يجوز اصلا. عندنا يكره بتركه. ايوه. يكون يسيرا. وان يكون استعمل في رفع حدث. وان يكون استعماله الثاني في رفع حدث. كويس. طيب افرض بقى انه هو فعل به وهو مكروه، يصح ان يصلي به؟ يصح. عند الشافعية بقى لا يصح، هي دي الفرق بس في الجديد يعني. واخد بالك؟ لا الماء الشديد السخونة زي انت ما تفتح السخان كده والمية نازلة سخنة قوي تعرفش تتوضى بيها، ولو توضيت هتتحرق مش كده برضو، مش هتعرف تصبغ الوضوء، يبقى ده مكروه استعمال. ايوه الصلاة صحيح حتى لو توضيت بالماء المشمس مكروه الاستعمال، يبقى برضو صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح. المستعمل في رفع حدث زي ما قلت لك الغسلة الاولى، واخد بالك؟ انما الغسله الثانيه او تجديد الوضوء او غسل السنه كل ده ممكن تجمعه وتتوضى بيه تاني. او ازاله نجس ان لم يتغير ولم يزد وزنه بعد انفصاله عشان يبقى اسمه مستعمل، وهل نناقش فيه ممكن اتوضى بيه ولا تأى؟ لازم يبقى ايه استعملته في ازاله نجاسه لم تغير وزنه ولم تغير صفه من صفاته، لكن لو غيرت وزنه او صفه من صفاته يبقى خلاص ده متنجس، يبقى اسمه ماء متنجس، ده ما ينفعش. واضح؟ بالمعيار، واخد بالك؟ احنا اهل مصر ما بيحتاجوش الحكايه دي، اهل مصر ربنا مكتر لهم الميه يعني، لكن ده من حيث دراسه المساله. يعني افرض انت تعرضت في مكان الماء فيه قليل جدا نادر،
واخد بالك؟ فقال لك أن تجمع هذا الماء وتتوضأ به للصلاة اللي بعدها. في حالة الضرورة التيمم يعني. ما أنت مش هتلجأ للحاجات دي أصلاً إلا لما يقل الماء. يعني أنت لما تلاقي الماء قل هو دي هتبتدي تفكر بقى، أبتدي آخد أي مذهب ولا تتيمم؟ ما هو عندي مية هنا. طيب ما هو مستعملة، بس هل بالإجماع لا يصح؟ ما عندنا وجه يصح، فازاي يتيمم مع وجود ماء؟ واضح؟ فبتبان الحاجات دي كلها عند الضرورة مع قلة الماء، فالحاجات دي بتتناقش في المسائل. إنما طول ما الحنفية موجودة والحكاية سهلة ما بتحسش أنت بإيه بالمناقشات دي. عند الإمام أبو حنيفة مثلا الماء المستعمل ده يعني قريب من النجس في إزالة الحدث، عشان كده عمل الحنفية، عشان كمان محدش يغرف بيده كده، وسموها حنفية نسبة لإمام أبو حنيفة، لأن هو اللي إيه فكر فيها الإمام أبو حنيفة، فسميت حنفية نسبة له. ما هو المتغير بما في، هيجي لسه النوع، هيجي بقى المتغير بما خالطه لسه. والمتغير بما خالطه من الطاهرات، اللي انت عايز تسأل عليه بقى، ماء تغير بشيء خالطه من الطاهرات زي ده، مش ده شاي؟ مية. طب والشاي كان طاهر برضه، حطينا الشاي على المية فادانا الشكل ده، بقى ماء متغير بطاهر، لأنه لو نجس مش هنشرب كده برضه. ينفع تتوضى بينا لأنه خالطه طاهر، غير صفة من صفاته، اللون الطعم زي ما تشوف بقى، التلاتة اللون والطعم والرائحة واحدة فيهم، يبقى ده طاهر يمكن أن يشرب ويتناول، لكن لا يستعمل في إزالة النجاسة ولا في رفع الحدث، لا توضى به ولا اشطب به الثوب علشان فيه نقطة بول، خدت بالك؟ مية اللحمة اللي نسميها احنا مرقة، أدي خالطها ايه متغير يعني طاهر، يبقى ما تنفعش برضه. الماء المتغير بما في مقره او مستقره، يعني ميه البحر طعمها مالح، طب ما لون طعمها متغير، بس بما في مقرها الطبيعي ربنا خلقها كده، يبقى يجوز ان انا اتوضى بيها. لكن جبت انا شويه الميه دي وحطيت عليهم شويه ملح، بقت ملحه ايه، ينفع اتوضى بيها؟ لأن ده مش من مقرها الطبيعي، يبقى لابد إن هو يكون ماء متغير بما ليس في مقره أو مستقره. واضح؟ بالقيود دي عندك أنت مية النيل بتلاقيها ملونة ساعات، فيها أثر تراب وعكارة، لكن تتوضى بيها، خدت بالك؟ لأن ده مقرها كده. زي الحنفية بتفتح تلاقي نازل مية مصدية شوية، تتوضى بيها لأن ده مقرها، الماسورة دي بقت مقرة، والمخزن اللي بتتحط فيه بقت مستقرة، فتغيرت بما في مقره أو مستقره، خدت بالك؟ يبقى يجوز الوضوء به. إنما الماء الذي تغير بطاهر ليس في مقره أو مستقره هو ده الذي يضر، والتغير قد يكون بمخالط وقد يكون بمجاور، كويس؟ يعني التغير بالمجاورة لا يضر مطلقا، التغير بالمجاورة لا يضر مطلقا. زي ايه؟ زي حاطط انت ماء، واخد بالك، جنب طيب، يعني محل راجل بيبيع روائح، حاطط كوباية المية مفتوحة كده، تيجي تدوق طعمها وتشمها تلاقيها بقت ريحتها طيب، ده بالمجاورة ما يضرش، لأن ده تغير بالمجاورة. واضح؟ تقف على شط النيل وفي مثلا حيوان ميت متجيف، والهواء جاي بالرائحة الكريهة على شط على المية، تيجي تتوضى بالمية تلاقي طعمها وريحتها كريهة وطعمها كريه، ما يضرش، لأن ده بمجاور، لأن الهواء هو اللي إيه حرك. أو يكون مثلا على شط الماء شجر مثلا برتقان أو شجر مانجا، يوم يدي للماء طعم، ده اسمه تغير بالمجاورة، ما يضرش، كويس؟
لأن التغير المجاور لا يضر، إنما تغير المخالط اللي أنت ما بتشوفوش، زي الليموناتة. الليموناتة دي خلطت كله، تعرف تفصل الليمون من السكر من المية، خلاص دابوا كله ببعض، فده مخالط. فالتغيير بالمخالط هو الذي يضر، أما المجاور فلا يضر. فعشان كده بيقول لك هنا والقسم الثالث طاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل والمتغير. يبقى الماء المستعمل لأنه اختلط بالحدث، والمتغير اختلط بغيره من الطاهرات، فالاثنين دول قسم واحد. بما أي بشيء خالطه من الطاهرات، تغير يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فإنه طاهر غير طهور حسا، كان التغير أو تقديرا حسيا. نعم حسيا كان التغير أو تقديريا، كان اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة والماء المستعمل. يبقى متغير تقديرا، افرض أن عندي مية ورد بس انقطع ريحة كويس، فاختلطت بالماء، يبقى ده حصل فيه تغير تقديري لكن مش حسي، مش هلاقي فيه طعم يتغير. فهنا أقدره، لو كان ماء الورد ده غير متغير الرائحة، القدر ده كان يغير ولا لأ؟ لو كان القدر ده يغير يبقى غيره، ده اسمه التغيير التقديري، يقدره يعني. والماء المستعمل فإن لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن كان تغيره بالطاهر يسيرا أو بما يوافق الماء في صفاته وقدر مخالفا، زي ما تقع منك صابونة في حلة مية، الصابونة دي طهر، رحت انت بسرعة مديت ايدك طلعتها، ما لحقتش تغير حاجة، تتوضى بيه، تتوضى بالمية اللي في الحلة. لكن وقعت الصابونة دي في المية ونسيتها ساعتين ثلاثة، باشت وبقت المية معكرة، بقيت دي تستعملها في النظافة لكن ما تستعملهاش في الطهارة، تغسل بيها ثوب، تغسل بيها البلاط، واخد بالك، لكن ما تتوضاش بيها لأنها تغيرت. فإن لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن كان تغيره بالطاهر يسيرا أو بما يوافق الماء في صفاته وقدر مخالفا ولم يغيره فلا يسلب طهوريته، فهو مطهر لغيره. اللي هو لو كان اللي اختلط به شيء زي بول صبي في المتنجس، هيجي بالك برضو في المتنجس على فكرة، النجاسة تقديرية، يبقى في عندنا متغير تقديرا وفي متنجس تقديرا. بول انقطع ريحه بقى متنجس تقديرا، واخد بالك. والعبرة هنا على فكرة في النجاسة بالحجم عند الشفاية مش بالتغير، لو كان التغير لو كان قليل أو كثير في النجاسة يؤثر، طالما تغير في القليل والكثير، لكن في القليل اللي هو أقل من قلتين، يعني أقل من 196 لتر، ده اسمها قلتين، 196 لتر تقريبا، اللي هو مكعب طول ضلعه 58 سنتي، ده القلتين. فلو اختلط به نجاسة يسيرة لم تغير فيه صفة من صفاته يعتبر متنجس برضه. وفي الحالة دي طب أنا أطهره إزاي؟ بالإكثار، أصب عليه مية لحد ما يبقى فوق القلتين، واخد بالك، علشان مرمهوش، ما يمكن ده عندي مخزن مية والحتة قليلة فيها المية، بدل ما ارميها دي كلها اجيب ميه اكتر اكبها عليها واتوضى بيه كويس. وكذا في الماء المتغير بالطاهر، لو غير صفه من صفاته ممكن احوله الى طهور، ان انا اكثر عليه الماء بحيث ان انا اضيع التغير بالاكثار وبعدين استعمله. واحترز بقول خالطه عن الطاهر المجاور له، فانه باق على طهوريته بالمجاورة يعني، ولو كان التغير كثيرا، وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه قطين وتحلب اللي هو في مقره وما في مقره وممره، والمتغير بطول المكث فإنه طهور، يعني تغير بسبب طول المكث برضو يفضل طهور. والقسم الرابع ماء نجس. طبعا الورده بنت
ما هو بمجاور بتدوب ولا الورقة بتفضل دايرة كده؟ طب خلاص ما يدورش. ما يدورش. المية كتيرة مش على نهر. مية كتير. زيح المية كده بإيدك تاخد لها الجارية دي وتوضى باللي بعدها. إذا وقعت الماء لا ما يتوضاش بيه، يبقى ده فاقد للماء. فاقد للماء. ما احنا علشان يتوضا يتيم، عشان يتوضا لازم يبقى الماء طاهر مطهر، بس ده طاهر خالطه. يعني عند الاحناف مثلا الماء المنقوع فيه تمر يجوز يتوضا بيه، اللي هو ماء النبيذ، واخد بالك؟ عند الاحناف يعني مية الخشاف بلغة المصريين تبقى ناقع في تمر وممكن تتوضى بيها عند الأحناف، بس ما تكونش حاطط مع التمر سكر يعني وتقول أنا حنفي. لا أبو حنيفة مش كده. تمر نفسه من غير سكر كده تحطه كده في المية بحيث إن هو يعني ما غيرهاش تغير بالغ، ممكن تتوضى بيه ده عند الأحناف. الشافعية لا، لو أثر على طعمه أو لونه أو رائحته ما ينفعش، خدت بالك؟ والقسم الرابع ماء النجس، هو بيقول لك أي متنجس، وده طبعا إيه تقييد الشارح أدق يعني، يبقى متنجس لأنه مش نجس في ذاته، ده تنجس، ده هو كان طاهر وبعدين اختلط بالنجاسة فيبقى متنجس. إنما الماء النجس هو البول مثلا، ده تقول له ماء نجس من أصله كده، لكن هو يبقى متنجس أحسن. وهو قسمان. الملكية ما بيقسموش بقى، ما يقسموش بإيه، بالقلة والقلتين والكلام ده. هو الماء إمتى يبقى متنجس؟ لو تغير صفة من صفاته سواء قليل أو كثير، ده الملكية. الشافعية عندهم يقول لك وقعت قطرة بول، قطرة بالقطارة كده في مية، إيه حكم المية دي؟ الشافعية يقول لك كميتها قد إيه الأول قبل ما يجاوب، المية دي كميتها قد ايه؟ لو قلت له اقل من قلتين يقول لك خلاص تنجست، لا تصلح الا لسقي البهائم او المزروعات، لكن لا تمسح بيها الارض ولا تغسل بيها الثوب ولا تتوضى بيها، لكن ممكن تشربها البهائم تسقي بيها الزرع، واخد بالك؟ طيب لو كانت اكتر من قلتين يقول لك خلاص طالما ما غيرتش صفه من صفاته يفضل الماء على طهوريته. الملكية ما يسألوش كمية قد ايه، قطرة بول نزلت واخد بالك في مية وما غيرتش اي صفة من صفاتها، الملكي يقول لك خلاص اتوضى فيه، ما يسألكش الكمية. يبقى الشافعية يسألوا الكمية الاول عشان يسأل ويسأل على الكمية اذا قلت له لم تغير صفة من صفاته، لكن لو كانت حتى فوق القلتين واختلطت بنجاسة غيرت صفة من صفاتها يبقى ما ينفعش برضه اتوضى بيه حتى لو فوق القلتين. واضح؟ اختلطت بنجاسة. الأحناف يا دكتور؟ ها؟ الأحناف عندهم الأغلب، وبعدين ما حددوش بالقلتين، قال لك الماء الكثير هو لما تيجي تعمل من جنب كده تهزه ما يتهزش الجنب التاني، يبقى ده يعتبر الكثير. فده اللي لا يضر. الشافعية حددوها بالقلتين. الأحناف حددوها بالعرف. الكثرة والقلة حددوها بالعرف. فقال ماء نجس أي متنجس وهو قسمان، قليل الذي حلت فيه نجاسة تغير أم لا، وهو أي الحال أنه ماء دون القلتين. وقلنا إيه القلتان؟ 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح، هيقول لك بعد كده. ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها كالذباب إن لم تطرح فيه ولم تغيره. الميتات كلها نجسة، يعني لو وقع فار في برميل مية، برميل المية ده لو أقل من قلتين تنجس خلاص حتى لو ما غيرش صفة من صفاته. طب لو فوق القلتين وبقى منتن برضو متنجس، ارميه، لأنه ده له نفس سائلة، يعني له دورة دموية، نفس السائلة اللي هي الدورة الدموية. إنما لو كان
لا نفس له سائلة، يعني ملوش دورة دموية زي الحشرات، الصرصار والذباب والبعوض والفراش، كل دول ما لهمش دورة دموية، لا نفس له سائلة. لو وقع في المية، واخد بالك ازاي، ده معفو عنه، معفو عنه لو وقع بنفسه، لو وقع بنفسه. لكن لو انا قعدت اصطاد في الدبان وكنسته ولميته ورحت انا اللي موقعه، هنا بقت مشكلة. خدت بالك ازاي؟ يبقى لو وقع بنفسه ليها حكم، لكن لو وقعت انا بقت هنا بقت مشكلة. خدت بالك؟ ها؟ دون النظر للكم، بس بشرط ما غيرتوش، علشان ما يضر. حتى افرض انا خدت دبانة كده ورميتها في المية وما غيرتهوش، اشرب. خدت بالك؟ كمية بسيطة ممكن اشربها، ده على مين؟ على مذهب المالكية. لكن الشافعية انا اللي وقعتها، لا ما اشربش بقى حتى لو ما غيرتوش، لانه مية قليلة. واضح؟ لانك انت جد بفعلك، انت بفعلك عقوبة ليك، لانك انت عايز تاخد حاجة مستقذرة، والمستقذر محرم. واخد بالك؟ ضد الذوق العام. لكن لو دبانة طايرة كده راحت واقعة بنفسها وما غيرتش والمية قليلة، اغمسها كمان وارميها، في حديث البخاري كده، واشرب. واضح؟ يبقى فرق بين طرح الشيء وبينه يقع بنفسه. الميتة التي، ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها كالذباب، إن لم تطرح فيه ولم تغيره بالقيود دي. وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف، النجاسة التي لا يدركها الطرف زي الرذاذ المتطاير دي، نجاسة لا يدركها الطرف. يعني واحد واقف بيبول وهو واقف كده، واخد بالك، جنبيه إناء فيه مية، لو جبت عين مكبرة هتشوف فيه رذاذ دخل في المية دي، عين مكبرة. لكن لو ما فيش عين مكبرة انت مش شايف، يقف عنه، واخد بالك، لانه لا يدركه الطرف. واضح؟ لا، ما هي لا نفس لها سائل. لما تلاقي النمل في المية، بس مش انت اللي رميته يعني، خلاص ما يجراش حاجة، لا نفس لها سائل، ما تضرش، معفوات. فكل منهما، والناس طول عمرها بتاكل المش بدوده، ها مثلا، ما قالوا لكش. لكن لو واحد تعمد ينقي الدود ويغمسه، نقول له كده حرام لانه مستقذر. فهمت؟ نقول له كده حرام لانه مستقذر، وتناول المستقذر حرام. واضح؟ ايوه. إذا كان يدركه الطرف عند الشافعية، يعني تشوفه كده على إيدك نقطة كده، يبقى لازم تغسلها كويس. يدركه الطرف يعني النظر، النظر المعتاد، مش النظر الخارج زرقاء اليمامة، لا مش شرط، النظر المعتاد. خلاص يبقى ما تعملش كده، ما تتبولش في الحتة دي، أنا أنت بتشوف إن في رزاز، واخد بالك. طالما أدركه الطرف يبقى ده مش من معفوات. إذا أدركه الطرف يبقى وجب أنك أنت تغسله أو تشطفه، إذا كان بول إيه؟ صبي لم يطعم. ما هو الثوب بتغسله؟ هتصلي بيه إزاي؟ ما لم يدركه، حتى لو على الثوب ولا يضر، ولا يضر. دي معفوات، باب المعفوات باب واسع. وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف. عند الأحناف مثلا يقول لك النجاسة المعفوة عنها اللي هي أقل من الدرهم البغلي. يعني ممكن تبقى شايفها ونجاسه وكل حاجه، بس طالما قليله اقل من الدرهم البغلي يبقى دي معفو عنها. وجابوا الدرهم البغلي منين؟ قال لك من حجم القسط، لما تيجي بتقعد كده بالقسط بتاعك يطبع طبعه قد الدرهم، قد الريال يعني. قال لان الصحابه كانت تستنجي بالحجاره وما تغسلش بالميه، فبيبقى اثر النجاسه مع العرق ويقعد على ثوبه، يبقى بيسيب قد الحجم ده، والنبي لم يأمرهم بغسله، فاستدلوا على ان النجاسه اللي بهذا القدر تبقى معفو عنها. استدلال لطيف وجيه من الاحناف يعني، واخد بالك. لكن الشافعي عندهم لا، طالما ادركها الطرف
يعني شفتها بعينك يبقى وجب الايه؟ الغسل. خلاص يبقى وصل. ما لم يكن هناك في ريح، ما لم يكن هناك في هواء يهز المي، لكن ما تتوسوس. وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف فكل منهما لا ينجس المائع. ويستثنى أيضا صور مذكورة في المبسوطات، هيجي بالك بقى كتيرة في المبسوطات الكتب يعني إيه المتوسعة يعني. وأشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقول أو كان كثيرا قلتين فأكثر فتغير يسيرا أو كثيرا. والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح، والرطل البغدادي عند النووي 128 درهما وأربعة أسباع درهم. حسبوها كانوا مشايخنا يقولون عبارة عن مكعب طول ضلعه 58 سنتي، يعني 196 لتر. دي القلتين تحديدا لا تقديرا، بالتحديد كده كويس. ده يفيدك في ايه؟ لما تعمل مخزن خزان مية فوق عمارة يبقى تعمله فوق القلتين عشان لا تأمن ان يموت في فار ولا حاجة، ما يدورش بقى الناس تتوضى منها، ما تبقاش مشكلة في العمارة اللي انت هتبقى ساكن فيها يعني. فدي مفيدة. وترك المصنف قسما خامسا وهو الماء المطهر الحرام. في نوع خامس ماء مطهر، طاهر مطهر بس حرام، مسروق يعني، مية سرقة، ماء مغصوب أو مسروق، يبقى ده حرام. طب الوضوء به صحيح لكن لا ثواب فيه، والصلاة بهذا الوضوء غير مقبولة لكنها صحيحة لا تعاد. واضح؟ كالوضوء بماء مغصوب أو ماء مسبل للشرب. يعني أنت ماشي في صحراء وعايز تتوضى، لقيت سبيل مكتوب للشرب فخدته توضيت بيه، أو ده ماء حرام تتوضى بيه لأنك غيرت مقصد من أوقف الماء. فهو قالوا ده للشرب، يبقى للشرب يبقى تشوفه تشرب منه وتتيمم وتصلي والمية موجودة، لأن يعني ده للشرب، واخد بالك؟ يبقى ماء مسبل للشرب ما ينفعش أروح إيه أخده وأتوضى بيه، برضه ما ينفعش، حرام. والصلاة صحيحة ليس عليها إعادة لكن حرام لا ثواب فيها، يعني غير مقبولة. والله هو لو يخرج كده خطوتين بالعربية هيجيب المية اللي هو عايزها، لأن احنا علشان نقول الماء، ما انا بقول لك بيقول لي عشان نقول الميه، يعملوا مخزن، يعملوا خزان، اولياء الامور يتفقوا يعملوا خزان ويملوا الخزان يكفي العيال دي، ومجلس الاباء يتفقوا ويجيبوه، واهل الخير كتير، واخد بالك؟ احسن يعني. بس احنا في بلد يعني مليانه، مش في صحراء يعني، لان انت حتى لو صليت بالتيمم، لما نيجي نخش بباب التيمم لفقد الماء في مكان نادر فقد الماء فيه، يبقى عليك الإعادة عند وجود الماء، لما تجد الماء تعيد اللي صليته تاني. واضح؟ إنما ليس عليك الإعادة لو تيممت في مكان يعني إيه غالبا المية مش موجودة فيه، وإحنا في مصر نادر يعني غياب الماء فيه. أيوة. لا، والنبي توضى منه. لكن ماء زمزم ماء يجوز تتوضا منه، لكن لا يجوز تستنجي به او تزيل به النجاسه. واضح؟ لكن الوضوء ممكن. واضح؟ لا، يعني ماء زمزم خليه للشرب وللوضوء لكن لا تزيل به نجاسه، يعني لا يصح تاخد شويه ميه زمزم كده وتروح تبول وتشطف نفسك من البول بماء زمزم احتراما لهذا الماء. للمريض ممكن، للمريض ممكن لانه هو ماء شفاء. مراد الماء في الحرم لا لا مش جايبينها من ده، من عين زبيده. جايبينها من ماء زبيد، عين زبيد عندهم عين تانية غير زمزم.
لا مش ماء زمزم خالص، اللي في الميضات اللي تحت دي كلها مش ميه زمزم، دي ميه عاديه، وتلاقي طعمها حتى مختلف، وحتى الناس يقول لك اوعى تشربها لانها ميه يدوب بس للوضوء بس والحاجات دي. وترك المصنف قسما خامسا وهو الماء المطهر الحرام كالوضوء بماء مغصوب او مسبل للشرب، والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على فصل وجلود الميتة تطهر بالدباغ إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. أيوة، الوضوء بماء إيه؟ لا، والصلاة صحيحة لأنه ده يعتبر طاهر مطهر، دي معفوات، والصلاة صحيحة مقبولة إن شاء الله. فرق بين الصحة والقبول. أيوة، احنا ما فيش عندنا انواع الزواج اللي بيسموه الجماعه الصحفيين ده، الصحفيين هم اللي سموه كده. احنا عندنا الزواج الشرعي لازم تتوفر فيه الاركان الخمسه، زوج وزوجه وولي وشهود وصيغه، خلاص يبقى ده زواج شرعي، ما تمشيش ورا الصحفيين بقى. هي موافقة تمالك، انت ايه دخلك يا صحفي غيران علشان التاني يتجوز واحدة كده موافقة وهو مش لاقي واحدة تقبله؟ الشرع بيجيز طالما هي موافقة. ده انت يجوز انك انت تعقد على امرأة وطالما هي موافقة ان الدخلة تبقى بعد 20 سنة، يبقى عقد صحيح ولا اسم عليه لان هي موافقة. ستنا ام حبيبة مش النبي عقد عليها وهي في الحبشة وجت في فتح خيبر، يعني بعد حوالي 13 سنة من العقد ودخل بها؟ طيب فاش حاجة، هي موافقة. يلا يا سيدي، افرض واحدة عقدت عليها انت بالشهود والولي وكله عقد سليم 100%، وقالت لك انا موافقة كل شهر تعدي عليا اليوم بس، تقضي معايا يوم بس كفاية، انا موافقة كده، انا متنازلة عن قسمي، يجوز؟ ما فيهاش حاجة ولا اسم على الزوج. احنا ما تخلوا الاسئلة في الباب اللي اتكلمنا فيه، وباقي الاسئلة تحول الى دار الافتاء. ما ينفعش يا استاذ حسن، ما ينفعش، طالما مية معمولة للشرب ما حدش ياخدها يستحمى بيها. انت نفسك لو صاحب المية دي وسايبها لناس تشرب وجيت لقيت الناس ملمومة حواليها بتتوضى هتزعل، صح ولا لا؟ انت بقى مش هتزعل، غيرك يزعل. الشرع يحترم رغبة فاعل الصدقة الجارية ويعتبر شرط الواقف كشرط الشارع. خلاص، لو واحد حاطط مية كده لكافة الاستعمال خلاص اتوضى بيها واغتسل بيها واستحمى بيها واعمل بيها اللي خد بالك، ما فيهاش يعني. عارف لو ماء مسبل للشرب تسقي بيه الكلب ولا تتوضاش انت بيه، لان في كل كبد رطب اجر، ولكن انت ما تتوضاش بيه، دور على ميه تانية تروح تتوضى، واخد بالك؟ ايوه، ما بيضفوه في مقره هناك، في مقره هناك في المحطه اللي هناك. لا ينبه. لا لا، الكلور اصلا طاهر، لا ما غيرش، ده بيعين على المحافظة على صفاته على فكرة الكلور، فهو لا يغير. ايوه، الايه قال هي الاهل على فكرة، قال اللي هي اهل، بس ايه خلينا الهاء، يعني حذفنا الهاء وحطينا مكانها همزة، فبقت همزتين، بقت همزة مد، واخد بالك؟ قال يعني أهل، قال محمد يعني أهل محمد صلى الله عليه وسلم. يلا، العلم اللي هو الفهم، بمعنى الفهم، نور الفهم.
علوم المعرفة دي فيها أنواع، فيها علم بسيط زي 1+1=2، كويس، وفي علم تاني يكون عميق يقول لك ايه، ان 1+1 مش شرط تساوي 2، لان لو عندي حمار وانسان ما اقولش 2، فهمت؟ فلازم كمان يتحدوا في النوع، ويتحدوا في المكان، ويتحدوا في الزمان، يبتدي يقيدها لك بقى علم عميق. وفي بعد كده علم تاني اسمه علم يعني منير، منور بقى، انك انت تقول طالما هذا الواحد موجود لابد ان يكون هناك من اوجده، واخد بالك ازاي؟ فيقوم يوصلك الحاضر، يوصلك للغائب وهو الله، واضح؟ فتقوم تدرك وجود الخالق من خلال الخلق، يبقى ده اسمه علم ايه؟ علم منير، فيه بصيرة. فعلماء مثلا الطبيعة بره وصلوا للعلم العميق، لكن ما وصلوش من خلال هذا العلم العميق أن هناك فاعل في هذا وهو الله. المسلمين بقى يوصلوا للعلم إيه؟ العميق ده. الظن اللي هو فوق 50% وأقل من 100%، والوهم أقل من 50% لحد ما يبقى 1%، ما يبقى زيرو بقى جهل، وما يبقى 50% بقى شك، وما يبقى 100% بقى علم، مفيش حتى حاجة خالص يبقى اسمه جهل، فيه وغلط يبقى اسمه ضلال، واضح؟ بس، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.